جرى صباح اليوم بوزارة الوظيفة العامة حفل تسليم المهام بين الوزير السابق عبد الكريم سعيد بوش والجديد محمد النظيف وذلك بحضور عدد من العاملين بالوزارة. المزيد لدى سعيد أحمد حسن. 18 شهرا قضاها على رأس وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي إلى أن استدعي لشغل وظيفة أخرى بمرسوم رئاسي في 25 من الشهر الجاري. عبد الكريم سعيد بوش أبدى امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية على الثقة التي منحها إياه، متمنيا حظا موفقا لخلفه الجديد. الوزير الجديد محمد الضيف قال إن تولي منصب وزير الوظيفة العامة المكلف بالحوار الاجتماعي حمل ثقيل لا يسع حمله لفرد واحد، إنما نحن بحاجة لعمل جماعي دقيق سيما في ظروف كهذه، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع خاصة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي منحه فرصة خدمة البلاد.